لاعبي النادي القادسية على تحقيق الثلاثية، نطالبهم بالرباعية. أحب أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه. نتمنى من كنا نتمنى من بنواف مدربنا غدير أنه يبادر بالهجوم بعد الجول جول أمس، لكن حصل اللي حصل. أعتقد أن الجسور رد على كل على الشخص اللي يقول أنا عندي لابتين جديد وراح أقول فيه على النادي القادسية، الجسور رد عليه وصد البلنتي ماله. أحب أوصل رسالة إلى أي شخص يحاول ما يتلاعب مشاعر جماهير النادي القادسية، أقول له أن جماهير الملكي أكبر منا، هناك رجال بالملعب يردون عليه ويأخذون حق جماهيرهم. سؤال للجسور نواف الخالدي، أقول له منو كنت تتوقع من اللاعب أنك تصد البلنتي ماله، وهل كان بلنتي بولابتشين تتوقع أنك تصده ولا لا؟ شكرا لك أخوي فواز مطيري. طبعا الكابتن وليد علي يعني كابتن قدير ونعزه ونحترمه، وكل واحد لا يعني اسلوبه في خلينا نقول التعامل مع المباريات، ومن حقه انه يصرح مثل ما اكيد القدساويه يصرحون ان احنا بنفوز على الكويت، واللاعبين يقولون بنقول على لاعبين القادسيه وعلى قولتي القادسيه. من حقهم اخوي فواز مطيري يعني تقبل الراي والراي الاخر، وتحدي يعني بعدين قبل المباراه لو شفت امس يعني كانوا يسلمون على بعض وقاعدين مع بعض وبالمنتخب مع بعض، فاعتقد هذا شيء طبيعي ان تجد التحدي بين زملاء اللاعبين. واتمنى انكم ما تفسرونها تفسير ثاني، يعني بالعكس ترى كلهم اخوان واحبه داخل الملعب. اخر اتصال معي خالد البناي. مساء الخير خالد. مساء النور. السلام عليكم. كم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ كيف حالك عزيز؟ حياك الله. لو صار بس بغيت أبارك حق اللاعبين وأقول مبروك وعقبال كأس الأمير إن شاء الله. أوكي شكرا شكرا لك. بشاير لدعيج. مساء الخير يا بشاير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللاعبين نادي القادسية على الفوز اللي أمس حققوه لنا. أخوي مسعود، أنا حبيت أبارك القدساوية وتعرف وأقول هارد لك نادي الكويت، نادي الكويت العميد، نادي كبير ومدرسة خرجت لاعبين كبار، والقدسية أخذ الكاس ما أخذ بسهولة، أخذ من فم الأسد. وتعرف أنا كمشجع قدساوي كل إنسان له حق وعليه واجب، أخذنا حقنا إحنا القدساوية، بقى علينا الواجب التشجيع. وانا في المناسبه عندي مجموعه ابيات اذا سمحتوا لي ابسمعها اهديها للقدساويه واداره نادي القدسيه. تفضل. فيها المشاعر تكلمت والقلم خط حروفها، واللي كتبها دم اصفر من قدساوي، خطيت الابيات وبالقلب مضروفها، ينشد يطرب بها كل راوي، هزتني دموع ومشعل يوم اشوفها، دموع الفرح فاله وكفاه الله الشقاوي، وقفته وافعاله ما حد يعوفها، وليهون يمناه فواز الحساوي، يا ابن الفهد وسع حزمة النادي وزيد رفوفها، للكاس السادس يا خير الهقاوي، الناس قدام الذيب ما يفيد وقوفها، الناس قدام الذيب ما يفيد وقوفها، بعزيمته واصراره للبطولات ناوي، ها تعب والبطولات حان قطوفها، وقف الاصفر يا العميد انت القاوي، بطولاتك يا الزعيم جاك منه يطوفها، نبي الزعامة للملك يا ابن الحساوي، يا خوف النوادي من الأصفر يا خوفها، خصمة في الملعب ولا شيء يساوي، تحية المجلس مهد صعبات ظروفها، والقايدة اللي قال ابتسم فنت قدساوي، الروح حبتهم امنع ما تشوفها، ابن الفهد والذيب ابن الحساوي، وصلاة ربي اعداد آياته وحروفها على نبي الله يردد معي كل قاوي، وسلامتكم اجمعين. صح لسانك صح لسانك. عندنا اخر اتصال من اخونا عبد الله عثمان من المجر، لانه بترك حق الاخوان ايضا التعقيب. عبد الله عثمان من المجر، مساء الخير اخوي عبد الله. مساء النور. يعطيك العافيه اخوي عبد الله، شلونك؟ حياك الله يا الغالي. اول شيء مبارح حق القساويه. حياك الله. وسؤال حق قولي خلف سلامه. تفضل. معصب ليش معصب؟ ما يضحك خلف؟ انا ساق عليك من برا عشان اقول الكلام هذا. شايف نفسه مغرور مغرور. يقول نواف مغرور. مغرور. جايبين اغصب؟ لا بالعكس والله والله، هو من ابو عبد الله اول واحد يعني رحب انه يكون متواجد، وبالعكس ترى خلوق دائما ومبتسم دائما ترى ابو عبد الله. عسى دوم ان شاء الله.
شكرا 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 لك اخوي عبد الله عثمان من المجر. زعلته شوف من المجر داق اجانا يقول لك ليش زعلان. بالعكس يمكن مركز مع المكالمه. عجبتك بكميات الشعر ابو عبد الله. عندنا فاصل اعلاني وبعد ذلك ساترك المجال للاخوان للرد على ما طرحوه الاخوه المتصلين من نقاط. خلكم ويانا. يا هلا مرحبا فيكم. عدنا لكم من جديد. خلف خل اسالك سؤال اخونا يوسف المسلم. وهذا هذه النقطه يعني الكل تكلم فيها في مباراه الامس. بالشوط الثاني تراجع الاصفر والابيض استلم المباراه. رجوعكم هل مبرر خطه مدرب ولا وخاصه يعني شفناك انت بالذات راجع وايد ايضا كنت تدافع يعني بصوره اول مره اشوف خلف سلامه بهذا الدور الدفاعي. طبعا اشكرهم الاخوان اللي اتصلوا بمداخلاتهم واشكروا من هنا انا بالفوز. وبالنسبه لسؤالك يا عبد العزيز احنا كان صراحه كان مطلوب منا انا وبدر ان ما نخلي ماكينجا انه يستلم اللعب ويكون هو من يوزع الكرات بالملعب. فكان وقت الدفاع انه واحد فينا يوقف عند ماكينجا. يمكن لو تشوف يمكن لاحظت امس يا انا يا بدر يمكن نتبادل بيننا. اما رجوع الفريق للدفاع عبد العزيز امس ترى الجو كان سيء يعني انا من الناس يمكن بدايه بنصف الشوط الاول يعني تعبت يعني ما قدرت صراحه تعب والجو حار يمكن خلانا شوي نطخ بس الجول بس رجوعكم انا اقول لك سجلنا هدف فقلنا انا يعني نفسيا لما تسجل هدف والجو حار ما هو جو يشجعك يعني مو خطة بنوار لا لا اكيد يعني. اكيد لا لا لان رجوعنا خلى الكويت امس يمكن استحوذ على الكره وكان هو الاكثر استحواذ على الكره بس ما كانت يعني كرات خطره يمكن باستثناء كره كرتين يعني بس كان استحواذ اكثر لهم بالملعب. اوكي حمد يوم نزلت توقعت تسجل بصراحه كنت حاسس انك بتقول ولا والله تمنيت اني اسجل مو توقعت يعني تمنيت اني حاولت لكن ظروف المباراه يعني شوي كانت مو من صالح الفريق يعني عموما راح ارجع لك نواف بس خل اخذ هذا الاتصال هاتفي من اخونا العزيز فواز الحساوي نائب رئيس النادي ومدير الكره. وعبد العزيز مساك الله بالخير. اول شيء يعني نيابه عن كل حقيقه يعني بادرتك بتكريم اللاعبين هذه مو غريبه عليك واكيد دافع ودعم للاعبين فنشكرك عليها. ونواف كان يتساءل يقول 50,000 حق كل لاعب ولا حق الفريق؟ مساكم الله بالخير. صراحة أنا أحب أمسي على الإخوان اللي بتسجل معاك أخوي نواف وأخوي خلف وحمد الأبطال صراحة اللي دائما عودونا نشوفهم وإحنا صراحة يعني تغمرنا الفرحة لما يحققون هذه البطولات دائما وأبدا هم صراحة يعني هذا مو شيء غريب على لاعبين الفارسية يعني حققنا السنة ما شاء الله يعني حققوا كأس الاتحاد وكويت العهد والدوري العام والحين إن شاء الله عيننا على الرباعية فأتمنى إن احنا نكمل على نفس المستوى وان شاء الله يعني انا ولا صوره فيهم انا عارف اللاعبين يعني شنو عندهم واتوقع ان شاء الله بحيل الله ان راح نحقق الرباعيه وهذا بالنسبه حق التكريم انا اقل شيء اقدمه حقهم هذا وصراحه يعني نوعدهم مكافاه بعد اكثر ان شاء الله لا اخذنا كاس الامير ان شاء الله. مو غريب عليك ابو عبد العزيز. شكرا لك اخوي فواز حساوي نائب رئيس نادي ومدير الكره. بس صار على كاريكا فراس الخطيب قالوا جهاد الحسين وايد اسماء طلعت يا ابو عبد العزيز. ما صار شيء الناس كلها قاعده تتكلم وتقول يعني بس لكن الكلام هذا كله اشاعات ما صار شيء لحد لا من الكلام هذا لحد الان اكو جهاز فني وهو راح يختار لاعبين صحيح ان في لاعبين اسماءها مطروحه لكن هذه تبقى عند الجهاز الفني ومن بعدها راح تناقش مجلس الاداره بعد ما يختار والاتساع نقرر على ضوءها لان لحد الان احنا ما نقدر نتكلم عن اي محترف قادم من نادي القادسيه الا بعد انتهاء الموسم. زين خلنا من اللاعبين مع احترامنا لهم، انت عودتنا مع اسماء ثقيله شويه يعني عودتنا بلاعبين لهم ثقلهم اوروبيا يعني مثل كونسيساو مثل سليم بن عاشور ها في قنبله كذي جايه من فواز الحساوي. عندك كاهو يمك بالاستديو قاعد خلص سلامه وعندك نواف وخالد والنعم فيهم والنعم فيهم والله اكبر من القنبله اللي هذا والنعم فيهم والله على راسنا ما نقدر نقول شيء. اي بعد الدوري لكن انا اللي قاعد اقول لك احنا بالنسبه لنا يعني جربنا المحترفين يعني اللي من برا من الخارج وهذا يعني صراحه يعني ونعم فيهم كلهم لاعبين مميزين لكن احنا نبي نجرب يعني هالمره لاعبين احنا شايفينهم وعارفين قدراتهم
انا اشوف هذه